انطلقت في العاصمة عمان فعاليات الأسبوع الثقافي التونسي الأردني الذي يشتمل على العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والعروض المسرحية والأفلام والورشات. وأشارت وزيرة الثقافة هيفاء النجار إلى الدور الذي ينهض به جلالة الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مساعيه الدؤوبة بالعمل على وقف العدوان على غزة وأهلها. فيما أشارت رئيسة الوفد التونسي المديرة العامة للمركز الوطني لفن العرائس منية المسعدي أن ما تحقق بين البلدين الشقيقين على امتداد 60 عاما من وضع اللبنة الأولى للعلاقات الدبلوماسية التونسية الأردنية، والتي تحقق فيها الكثير من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية في مجالات حيوية ومن بينها المجال الثقافي. هذه المشاركة الرفيعة تأتي ضمن احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية باليوبيل الفضي لتسلم صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، كما تتواكب هذا الأسبوع مع مباهج الاستقلال السامي، حيث ينبض الفؤاد الأردني العربي بالرؤى المنيرة التي شعت من الثورة العربية الكبرى. أؤكد اعتزازي بحضور المثقف الأردني بالمشهد الإنساني العام. نحن نفخر بمثقفينا وفنانينا وشعرائنا وكل فاعل في المشهد الثقافي، لا سيما أن وزارة الثقافة لم تعد تقع في مبنى فقط، تقع في قلب التحديث الاقتصادي، وهي موجودة في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية. أكثر من 60 سنة مرت على وضع اللبنة الأولى للعلاقات الدبلوماسية التونسية الأردنية، تحقق فيها الكثير من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية في مجالات حيوية ومن بينها المجال الثقافي، الذي صار يمثل أكثر من أي وقت مضى رهاناً يتطلب منا العمل سوياً لكسبه بحسن الاستفادة من تقنية الرقمنة والذكاء الاصطناعي ومزيد تنويع المضامين الثقافية وإدراج مفهوم الاقتصاد الثقافي الرقمي ضمن الرؤى الاستراتيجية المشتركة.